عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ، دلوقتي أنا أخ أكبر وليا أخ أصغر مني، تمام؟ بيحصل تفضيل لأخويا الأصغر، وآخر هذه الأشياء إن هو مثلا مليان جامد، وزنه حوالي 150 كيلو، وأنا كان وزني حوالي 120 كيلو، فأنا نزلت لحد 90 كيلو، ووالدي عايز يديله 30 ألف يعمل عملية التكميم، وهو يعمل وماله بياخده بيحوشه أو كده، ولكن الكماليات بياخدها. فإيه هل ليه يعني أنت تسأل سؤالا، هل يجوز للأب أن يعطي ولدا مريضا يزن 150 كيلو مبلغ 30 ألف جنيه لإجراء عملية تخسيس؟ يجوز له ذلك ولا يلزم بالعدل أنا ذاك؟ لأن هذه هبة مسببة. وارحم أخاك بارك الله فيك. تمام، جزاكم الله خير. الله يسلمك.